تطورات متسارعة على جبهة مصر الشرقية تستدعي تغطية على مدار الساعة. بدأت بالفعل قوات الاحتلال في قصف مدينة رفح الفلسطينية المجاورة للحدود المصرية، في تحد سافر للتحذيرات المصرية بقطع العلاقات وتعليق السلام والعودة لحالة الحرب. المثير في الأمر إنه الاحتلال بيحارب بقاله أكتر من 4 شهور ما قدرش يحرر أسير واحد. قوم إيه؟ فجأة لما مصر تهدد بأن اجتياح رفح خط أحمر وحنلغي اتفاقية السلام، يظهر الأسرى في رفح. طبعا الهدف إنهم لما لقوا الموجة عالية عليهم في موضوع رفح فالمخطط كالتالي: أول ما مصر تتدخل في رفح يتم الترويج إن مصر بتدافع عن الإرهابيين وبتمنع إسرائيل في الدفاع عن نفسها وبتعرقل تحرير الرهائن، ويتم عمل حملة إعلامية دولية زي اللي اتعملت على روسيا لما دخلت أوكرانيا، ويتم فرض عقوبات اقتصادية علينا وتتحول غزة لأوكرانيا نمرة 2. ده مش معناه طبعا إننا نتراجع أو نتهز أو نفرط في أمننا القومي، ولكن نبقى مدركين إحنا داخلين على إيه. إحنا حنواجه نفس التحالف اللي بيواجه روسيا، مش إسرائيل لوحدها، ومع اللحظة الأولى لتدخلنا هيتنفذ معانا نفس كتالوج العقوبات الغربية الاقتصادية بتاعة روسيا اللي هي عمليا متنفذة علينا دلوقتي بشكل غير معلن وغير رسمي. عشان كده لازم تبقى مستوعب حجم الأعباء اللي على القيادة دلوقتي وليه بتدير الأمور بعقلانية دون اندفاع أو تهاون. مصر بتواجه أكبر تهديد يمكن في تاريخها، وتوقيتات تحركاتها لازم تكون محسوبة بدقة بالثانية مش بالساعة ولا اليوم، لأن الانتصار هنا هو إزاي تحييد الخطر من غير ما تقع في الفخ اللي منصوب بإحكام لأقدم دولة في التاريخ، وإن تحريك السلاح هو أسهل حاجة في الحرب دي. لكن الأخطر هي الحرب النفسية وحرب الشائعات والحرب الإعلامية والحرب الاقتصادية. عشان كده لازم تاخد بالك من حاجتين: الأولى إنه سلاح غارات اللاجئين على الحدود مش سلاح جديد، وتم استخدامه على الحدود عدة مرات عبر التاريخ الحديث، آخرها لما روسيا حاولت تضغط على بولندا سنة 2021. عملت إيه؟ جحافل من اللاجئين السوريين ظهروا فجأة على الحدود البولندية انطلاقاً من بيلاروس. أردوغان لما حب يضغط على اليونان برضو طوابير من اللاجئين السوريين على الحدود التركية اليونانية المشتركة. تونس اتبهدلت بالسلاح نفسه على حدودها الجنوبية باللاجئين الأفارقة. والنهاردة مصر بتتهدد بنفس السلاح، ودي مش المرة الأولى، دي المرة الثانية. المرة الأولى كانت من السودان في إبريل 2023، وتم دراسة ردود الأفعال الشعبية قبل الرسمية وكانت غير مبشرة. عشان كده التوصية جت لإسرائيل إنه الضربات تكون بوحشية غير مسبوقة على الغزاويين من أجل تصنيع رأي عام متعاطف مع النازحين، وبالتالي يبقى في ضغط شعبي أو على الأقل قبول شعبي. تمويل غربي وإقليمي مفتوح لابتزاز الشعب المصري عاطفيا. يجب على الوعي الجمعي المصري التعرض يوميا لملايين الصور والفيديوهات اللي تتهمه بالتخاذل إن لم يستقبل النازحين في أرضه، وإن ما عملتش كده ما تبقاش مسلم، ما تبقاش عربي، تبقى مصر فقدت دورها الإقليمي، ويبقى السيسي خاين والسيسي بايع والسيسي مشارك في الحصار. كل ده شغال على وعيك وعلى عقلك، عقلك أنت، علشان يهيئ الوعي الجمعي المصري للحظة دي، عشان ساعتها تبدأ المرحلة التانية من الخط وتتحول سينا لقاعدة انطلاق للمقاومة، وإسرائيل تقولك أنا داخل أدور عن الأسرى عندك. عشان كده النقطة التانية المهمة إنك تفهم إن الحرب الحديثة هي ما تمر به مصر اليوم. الحروب لم تعد تلك المبارزة الحربية المباشرة فقط، ولكن اللي شغال تحريك لكارت الصهاينة لقصف غزة 4 شهور من أجل توطين أهلها في سيناء وإخراج سيناء عن السيطرة المصرية. الحروب دلوقتي هي حروب الشائعات واللجان الإلكترونية اللي شغالة زي ما هي من 10 سنين بنفس المخطط. ورغم إنه الدولة بقى ليها درع رقمي شعبي ورسمي، بس لسه البعض عاشق لإسكريبتات الإخوان والصهاينة. الحرب دلوقتي هي حرب العملات وحرب سلاسل الإمداد وخرائط الطاق وممرات الاقتصاد من طريق الحرير الصيني للممر الهندي. كانوا بيدوك منح وحتى معونات علشان تاكل بيها وتفضل في المربع رقم 0 بتاع شلة التوريث، تسمع كلام الخلايجة قبل الغرب من سكان علشان مشروع التوريث بتاعك يمر. إنما انت عملت مشاريع وثورة تعمير وبناء وتطوير وتشغيل، تحديث قناة السويس وحفر قناة السويس الثانية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحديث الموانئ المصرية، خلى طريق رأس الرجاء الصالح قدامك طريق بدائي مقزز. عمليا انت حسمت حرب الموانئ من قبل ما تبدأ، علشان كده
كان لازم مصر تتحاصر. كام حرب حديثة حسمتها مصر على ايد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل ما تبدأ، بس احنا اللي مصممين ننسى. البعض بيناقش المشاريع ويقول لك تكمل ولا بلاش، المشاريع اللي بقت بالنسبة لكم تهمة وجريمة تستوجب الرد والتبرير. هي حدث عادي، هي دور اي ادارة حاكمة في العالم اصلا، ده الطبيعي اللي لازم تعيش فيه، ده الطبيعي لدولة مستهدفة في كل حاجة فيها من اول وجودها نفسه لحد لاعب كورة نجح برا مصر. انت مستهدف في تاريخك وجغرافيتك ورياضتك ورئيسك وجيشك ومشاريعك وكل حاجة، حتى الهواء اللي بتتنفس بيه. المشاريع دي كانت طوق النجاة من كوارث جرت آخر 10 سنين. احنا في حالة حرب، احنا في حرب. وارجعوا للأجيال اللي حاربت قبل كده يقولوا لكم احنا في نعيم مقارنة باقتصاد الحرب وأزمات الحروب اللي مرينا بيها قبل كده. حتى حروب الخليج ويوغوسلافيا كانت بتأثر فينا أكتر من اللي بيحصل فينا دلوقتي. انت الشرق الاوسط مولع في حرب اقليمية شاملة، والغرض تدخل المصيادة دي، ومع كده حياتك ما فيهاش اشارة واحدة لانك عايش في منطقة حرب اقليمية عالمية بالوكالة او اقتصاد حرب. وما تسمحش لحد يقلل من قيمة بلدك او يسخر منك، وما تخليش موضوع الاسعار اللي ضاربنا زي ما هو ضارب كل دول العالم ينسيك انت مين وقوتك ايه. اسمع لواء كبير سابق في جيش الاحتلال بيقول ايه، الجنرال يتسحاق بريك، بيقول لا نستطيع الوقوف ضد الجيش المصري ونتنياهو يورطنا، وان اسرائيل بتواجه اليوم مشكلة كبيرة جدا مع مصر، وان قرار واحد من القاهرة سيجعلها دولة معادية لتل أبيب بأقوى وأفضل جيش في الشرق الأوسط. ونقل موقع معريف عن بريك قوله الجيش المصري هو أقوى جيش في الشرق الأوسط اليوم، 4000 دبابة، 2000 طيارة حديثة، ومئات من أحدث الطائرات، وبحريتهم هي واحدة من أفضل الجيوش الموجودة على الإطلاق. طوال السنوات كانوا بيبنوا طرقا سريعة تؤدي إلى سيناء، أي باتجاهنا، لم يعززوا الجيش في أي مكان آخر. ما أريد قوله أنهم بقرار واحد وإلغاء السلام سيصبحون دولة معادية، وليس لدينا حتى فرقة واحدة للوقوف ضدها. خلوا بالكم من النعمة، علشان كل اللي مشي ورا لجان السخرية من الأمن والأمان خسروا الأمن والأمان للأبد. ليبيا وسوريا ولبنان والسودان والعراق وأفغانستان وأوكرانيا واليمن وسريلانكا والبقية تأتي. أنت مقاوم آخر الزمان، أنت مجاهد آخر الزمان، دورك دلوقتي إنك تحافظ على سلامة وعيك وصحة عقلك ونقاء وطنيتك وحبك لبلدك وإخلاص نيتك لله والوطن. خلي بالكم من نفسكم، علشان كل واحد بيدفع ثمن اختياراته في الحياة. يا رب نفوق، حرس سلاح يا مصريين، الأعداء على الأبواب، كل الأعداء على الأبواب. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الناس.